ونأتي إلى توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم. ونبدأ أولا بلجنة الاختبار المكونة من فضيلة الشيخ كمال خالد عمران وفضيلة الشيخ أحمد خيري عبده عبد التواب ياسين. يأتي بعد ذلك تكريم المتفوقين في الشهادة الإعدادية والابتدائية في مدرستي سمان، مدرسة خليل جمعة والمدرسة الجديدة بسمان. الأولى في الشهادة الإعدادية على مدرسة خليل جمعة بسمان الطالبة مريم أحمد محمد سلطان، والأولى على المدرسة الجديدة بسمان الطالبة نورهان عبد الله فريد جمعة. المتفوقات في الشهادة الابتدائية المدرسة الجديدة الأولى الطالبة بسملة حسين عبد السميع، وعلى مدرسة خليل جمعة الطالبة رميساء عبد الرحمن عبد الحميد، والأولى مكررة كذلك الطالبة مروة محمد عبده. نأتي إلى المستوى الأول من القرآن الكريم في مستوى القرآن الكريم كاملا. نجلاء فوزي ياسين غنيم، فاطمة عبد العاطي مصطفى نصار، مرحبا ياسين، وفاء محمد حسن، مصطفى خالد أحمد الجمال، دينا خالد أبو الحديد، فتحية جاد فريد ياسين، أخوها سارة عاطف كمال خليل، أميرة أحمد فوزي، هاجر مرزوق فتحي حماد، المستوى الثاني من 10 أجزاء إلى 25 جزء، نرمين نبيل إبراهيم، عبد الله أحمد السيد مجاهد، منار خالد أبو الحديد، منار
هاجر أحمد محمود الجمال. راجية صلاح علي غنيم. أحمد عبد الله السيد مجاهد. إسماعيل إبراهيم عبد الرسول حسان. السيد أحمد السيد مجاهد. بسمة إسماعيل محمد طعيمة. محمد إبراهيم عبد الرسول حسان. عبد الله محمود عبد الله نصار. المستوى الثالث من خمسة أجزاء إلى عشرة أجزاء. أين أميرة؟ أميرة أحمد فوزي. مهند خالد أحمد الجمال. إسلام رمضان سلام. جمال وليد جميل. أيوة بسم الله نادينا عليه. مصطفى محمد حلمي نصار. مصطفى في المستوى الأول من حفظة القرآن الكريم كاملا. خلاص جمال. خلاص جمال وليد. بسملة حسين عبد السميع. آية رمضان محمد البري. مصطفى رضا حمدي. محمد فاروق السيد مجاهد. علي عباس محمد سمير. أحمد نبيل إبراهيم. آلاء حسين عبد السميع. آلاء جايها. آية هاني رمضان. آية هاني رمضان. ندين رضا أحمد. المستوى الرابع من ثلاثة أجزاء إلى خمسة أجزاء. سلمى فتحي السيد مجاهد. الصوت. عدوا يا شباب. ريم نبيل إبراهيم أحمد. نيرة بكر زكي.
أين نيرة؟ آية ربيع عبد الحي. فاطمة محمد حمدي عبد الله. يوسف خالد أبو الحديد. محمد السيد فريد. إيمان إبراهيم مخيمر. مازن محمد عطية. منة الله محمد سعيد عباس. مصطفى أحمد عبد العليم سلطان. يحيى محمد حلمي نصار. فهيم أحمد عمر. أحمد أسامة ياسين. منور يا شيخ عثمان، انت له الزحمه. منار هلال مصطفى. نورهان السيد عبد الحميد. لا ده منار. شروق جاد فريد. عمر محمد عمر. أدهم ياسر شعبان. ليلى أحمد عبد العليم. رقية عبد الرحمن. عبد الغفور محمد عبد الغفور. احنا خلاص وصلنا للمستوى الأخير، فصبر جميل. المستوى الخامس من جزء إلى جزئين. شهد إبراهيم عبد الفتاح. اشخط يا عم، في عم اشخط في العلبة يا عم شيخ عثمان. جنى أحمد عمر فهيم. اقعد يا ابني. عشان صميم بس. سارة كرم عبد الحميد سلطان. اقعد يا شعبروف. عمرو جابر مصطفى. قوم. يوسف ماجد محمد حمدي. يوسف هشام عبد الحكيم. تقى أشرف محمد عبد الرسول حسان.
فارس جابر مصطفى. أشخ عثمان مش هينفع التليفون اللي كل شوية ده سكت الناس. بسمة ربيع عبد الباسط بكر. أجيب لك خرزانة. سلمى عبد الحميد عبد الحكيم. عمر هشام عبد الحكيم الحول. محمود حماد فتحي. فهد رضا عبد الحي. اخرج يا فهد. ملك احمد محمد احمد. يا دكتور خلاص بص. عسى الله ان ياتي بهم جميعا. منة الله محمد معاطي. اقعد يا عم خالد. اقفل الباب. سارة حماد فتحي. ازيك يا عم الحاج؟ مصطفى عبده ابو العزم. فاطمة عماد عطية. اسكتوا يرحمكم الله. اشهى عثمان شغل التخشيبة. انا اي حاضر. محمد عادل مخيمر. يوسف وليد فريد. مريم محمد عبد الرحمن. ندى هاني علي تركي. جنى محمد سعيد عباس. جنى الجنتين. أنس مصطفى نبيل. جميلة حماد فتحي فرج. منة الله محمد نبيل. أين جميلة؟ عبد الرحمن محمد نبيل. أحمد محمد علي. يا جماعة نطلع نفرق الجوائز برا. اشهى عبد الرؤوف. يعني كل واحد معاها شهادة خبرة 10 سنين. صلاح كرم صلاح. ما تسلمش عليه مش هديك حاجة. محمد عبده عبد السميع. علي محمد علي الجمال. رضا سامي محمد. إسلام همام محمد. آخر ورقة يا جماعة خلاص.
عزة إبراهيم مخيمر اللي هيقعد ساكت هنسحره الليلادي. سارة أحمد معوض. يوسف سامح مطر. عبد الله عبد الرحمن عبد الله السيد مجاهد. علي جمال علي السيد سلامة. ادخلوا يا آل سلامة. أحمد رضا أحمد إبراهيم. سليمان أحمد سليمان. عمار ياسر حسن أبو شادي. هبة موسى حسين. يا جماعة بعد أذنكم اقعدوا عشان كده يعني الهرج والمرج ساد. ايش كمال عبد الحميد ياسر عبد الحميد. سلمى احمد محمد احمد. يا عم خالد انت اللي عامل قلق ده يا عم خالد. محمد جميل لبيب. عبد الرحمن احمد عبد الحميد. عبد الرحمن علي منصور. سهيلة حسن ابو شادي. مصطفى السيد زكي. نورهان علي تركي. ميرنا وليد محمد إبراهيم. ميادة محمد علي تركي. التركي مسيطرين هم يا شخص. صلاح, صلاح هاني صلاح. ونكون بهذا قد انتهينا من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. ونشكر هؤلاء الضيوف الذين شرفونا على رأسهم الأستاذ الدكتور محمود عويضة والذي نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء الكامل، والأستاذ أحمد عمر والدكتور فؤاد إسماعيل ومشايخنا الأفاضل الشيخ عثمان متولي والشيخ كمال عمران والشيخ عبد الرؤوف والأستاذ أحمد عيسى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.